نصوص فيسبوكية كتبها اليوم محمد البطاش وقرأتها لريف أونلاين تي في إكرام الإدريسي. آية سعيد منذ فجر التاريخ وبدء الحياة، بسمتها محفورة في الطين والصخر، والإنسانية تعمل وتنتج وتشارك، تكافح في استمرار الحياة وبناء الغد المشرق، وستبقى كذلك متواجدة وحاضرة في كل منبر وموقع وصعيد. لقد اهترأت أتواب الوعود الكاذبة والكلام المشتر، ولم يبقى وقت للترقيع، وبصمة عار على كل مسؤول لم يفي بما قطعه على لسانه. عقود مضت والقبيلة تتعرض للتهميش والإقصاء والتسلط المفروض عليها من قطب واحد، لتكون بذلك تحت رحمة رجال لا هم لهم سوى ملء بطونهم. ألم يحن الوقت بعد من أجل التخلص من هذا الأخطبوط الماكر الذي يعارض كل خطوة يراها جديرة بخروج القبيلة من عنق الزجاجة؟ إذن القبيلة هي تلك الرقعة الجغرافية الملونة على الخريطة الفخمة التي تبلغ مساحتها كذا ويحدها كذا، أم هي تلك المداشر التي تربينا فيها ولعبنا وجرحنا بترابها الذي عالج ندوبنا؟ أم هي تلك الذكريات العصية على الدفن والتي التصقت في ذاكرتنا منذ نعومة أظافرنا، تركت فيك ما بقي من الصور على شكل حلم؟ وهل لحلمي أن يطرح فيك مولودا جديدا في هذه الظلمة التي آلت إلى إقصاء كبير غيب فيك السماء، وتراب يغطي خطواتك، وهواء بحري ينقل رائحتك للبعيد، وشوك ينقج قدميك بالألم، وصدى اليوم يقتل فيك الأمل؟ وكيف لي أن أكرر الحديث عنك بصوت عال ولا ظل لك ليسمعني؟ وكيف لي أن أنسى ما قاله فيك مؤسسك أبي سعيد المريني حينما وقف على أحد ربوتيك وقال لسحابة: اذهبي إن شئت فسيأتيني خراجك. عانقت فيك التاريخ والجغرافيا وبدايات المداشر وشواهد القبور، وهنا لك مسكت الخيط الأول عند جبل بوزيزة، مكثت فيه الكثير ومنه تعلمت الكثير، وعند قمة سيدي مسعود كتبت أول حرف وترنيمة، وعرجت إلى كل زاوية ورابطة ومزار ولي صالح كي أقبل وأنحني تبركا بكرامتهما، وشربت الماء من كل عيونك تبركا، وعند كل سهل تيرات تذكرت أيام الخصب حيث يزهر الصمت في ربيع يفتح كل طاقات الأرض المدفونة منذ قرون وأزمنة خلت. أما سماؤك فاحترمتها وقدستها، ولذلك الإنسان يرنو دائما للأفق والعلو والسمو. أسمو فوق قلعة كرت لأستمع إلى أنشودتك الحزينة وأرى فستانك الفسيح اللامحدود.